هنا وقع عندنا التهجير هنايا، هنا كيهجرونا من الاماكن اللي نبتنا فيها وكبرنا فيها وتزادينا فيها، حنا عايشين في التهجير، عايشين في التهجير. كاينين اعوان السلطه يعني داروا لنا حطونا بحال حطونا في الدلاله، دايرين لنا هذه الحاله هذه. كنا كان فرحانين بالمحج الملكي وفرحانين بالكوب دافريك، ولكن ملي جات هذه الحاله اللي داروا لنا كيهجرونا من الاماكن ديالنا، انا بعدا وداديه الى النخاع، والمنتخب يعني عزيز عليا ومغربيه ومغربيه وافتخر رافعه الرايه المغربيه، فرحانه بالكاس ديال لافريك وفرحانه بالكوب دوموند، ولكن هاد الحاله اللي داروا لنا طهجونا، فما بقينا بغينا حتى شي حاجه من هادشي كله. يخليونا عف ديورنا، الا ما بغوش يخليونا في ديورنا، عندهم واحد الهدف هنايا يديروا لنا سكن بسكن، ما يخليوناش عرضه للاعوان السلطه يديروا فينا هاد الحاله، او للقائد او للباشا، بزاف حشومه عليهم، يديروا لنا حل، ماشي يجي يقول لك لا خرج ما عنديش باش نخرج، او لا عندي ارض يقول لك الا ما خرجتيش نجيب لك السلطه. حشومه حشومه، حنا ناس كبار، انا كنبلغ من العمر 73 عام، فين باغي نمشي؟ خليونا سيدي نموت انا في داري، انا ما بقى لي قد ما فات. شوفوا ع وليداتنا حنايا اللي يديروا لهم المستقبل ديالهم، وحنا خليونا في ديورنا. انا داري صالحه نقيه مصوبه مقاده، تجي انت تهدمها ليا هكاك وتحصرني فيها وتخليني تنبكي، وحنا ما ساخيينش بهذ البلاصه اللي نخرجوا منها كاع. الناس بزاف كلها كتبكي، السيد حدايا كيبكي، الناس راه داخل في الدرب حشمانين باش يجيو يهضروا مع الصحافه كيبكيو، قال كيخليونا عف ديورنا بلا ما يديروا لنا هذه الحاله هذه. علاش يديروا لنا الصور ويخليونا في ديورنا؟ حي غتحيدوا هذا الشيء اللي قلتوا عندكم في الطريق، وحنا خليونا نديروا عندنا الصور وخليونا عايشين في هذه. راه كتخرج العيشه رخيصه، تخرج للبعيد البلاصه يديك البلاصه قرويه، تولي ما 8 كتسد عليك الباب تاع يا خصك عبريكه ما تلقاش باش تشعل البوطه، خصك عقبطه النعناع خصك تهبط لها للمدينه. حشومه عيب وعار، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خليونا عف ديورنا، هادشي اللي بغينا حنا، ما بغيناش تخرجوا من ديورنا. وشكرا وليدي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.